مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع، مرحبا بكم في فيديو جديد. أول محلل جزائري يتمنى أن تكون الجزائر مملكة بعد نجاحاتها الكبيرة على المستوى الرياضي والسياسي. الإعلام الجزائري مرة أخرى يكشف المستور بعد أسابيع من فشل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة قدم زفزاف في الفوز بعضوية الكاف أمام الليبي عبد الحكيم الشلماني. ضيف البرنامج قال لك سيدي موتسيم بجل الجزائر وضحك علينا وقبل الانتخابات، قال لك تلاقى مع الشلماني، قال لك اللي اعطاهم اموال كبيره باش يصوتوا عليه في المغرب. وزاد المحلل الجزائري اكد على ان فوز رقجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره قدم ارسل دعوه لزفزاف لحضور نهائي كاس امم افريقيا لاقل من 23 سنه. ورئيس الاتحاد الجزائري زفزاف قال لك ما جاش، والدعوه ديال الرقجع قال لك كانت موجهه لجميع الاعضاء ديال الاتحاد الجزائري لكره القدم. ووصف المحلل الجزائري الاتحاد الجزائري لكرة قدم بمكتب السياحة وليس مكتب الرياضة. إخواني، فيديو فيه كثير من الأمور يستحق المشاهدة، من أنكم تشاهدوا وما تبخلوش علينا بلايك وشاركوا في القناة وفعلوا خاصية.